دكتور محمد، يعني بعد القطيعة وبعد تصرفات غير لائقة وبعد تصرفات شديدة الحكمة من مصر باستمرار العلاقات التجارية وعلاقات العمالة ما بين مصر وتركيا، وبعد 10 سنين يعني أعادت تركيا وغيرها من الدول حساباتها ورأت أنه لا بديل لها عن العودة إلى مصر وتحسين العلاقات مع مصر والتآزر بها في مواجهة مواقف إقليمية شديدة الصعوبة والتعقيد. يعني حضرتك بتفسر بداية كده رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية للسفراء بإيه؟ الخطوة اللي اتخذت وأعلن عنها النهاردة؟ هذه الخطوة أستاذي الكريم أنا أراها من وجهة نظري هي خطوة جيدة جدا، وهي أيضا اختبار لجدية الجانب التركي في التطبيع الكامل مع الجانب المصري. هذه أيضا جزئية، ولكن قبل هذه الخطوة من قبل الدبلوماسيين وهذه الخطوة من قبل السفراء، سواء السفير المصري لدى أنقرة وكذلك السفير التركي لدى القاهرة، هذه أيضا جزئيا، ولكن الجزئية الأخرى كان يوجد بعض الدلالات وبعض الأحداث والمجريات التي تمت في العام الماضي وفي هذا العام. ولكن خليني أتكلم معك أستاذي الكريم الأمور الذي تمت في عام 2021 من قبل الجانب التركي هي الأمور الاستكشافية، وكانت أمور هي يعني رائعة وأمور جيدة من قبل الجانبين، من قبل مصر وتركيا. هذه نقطة. النقطة الثانية، جاء القرار من قبل رئيس الخارجية سامح شكري بوقف هذه الأمور الاستكشافية. لماذا؟ لأن ما زالت تركيا تنتهج نهجها وسياستها الصارمة أو المفعول بها في الملف الليبي، فجاءت هذه الأمور بوقفها في العام الماضي. ولكن ومن ثم أستاذي الكريم هذه المصافحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كأس العالم في قطر، كانت هي هذه البداية. ومن ثم أيضا أستاذي الكريم الزلزال المأساوي في تركيا وكذلك في سوريا والاتصال الذي تم بين الرئيس المصري وكذلك التركي، ومن ثم أيضا المساعدات من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. طيب اسمح لي يا دكتور من فضلك، عايز أسألك على نقطة مهمة، وهي هذه المرحلة من التقارب بيعقبها طبعا تقارب اقتصادي وهو اللغة التي يفهمها ولا يفهم غيرها العالم الآن، فهل هذه المرحلة هيكون فيها تجاوز عن بعض الملفات الخلافية أم أنه أيضا ستناقش وعلى رأسها مثلا ملف الإخوان المسلمين التي طالما دعمتهم تركيا ويعني دفعت لهم واحتفظت بهم وأعطت بعضهم إقامات وبعضهم جنسية وفتحت لهم قنوات تلفزيونية لكي يعني تستهدف الهجوم على مصر بالأول والأخير، يعني كان لم يكن لها أي هدف آخر. يعني هل سنتجاوز هذه الملفات الخلافية في المرحلة الحالية من العلاقات ونشوف الاقتصاد، ولا هنبتدي نناقشها واحدة واحدة؟ وعندي أسئلة تانية في قصة الإخوان بس بعد ما أسمع رد حضرتك أستاذي الكريم. خلينا نجزئ الإجابة إلى عدة أجزئة، بمعنى بأن التبادل التجاري والأمور التجارية والاقتصادية على ما دار 10 سنوات ماضية على ما يرام برغم القطيعة السياسية مع البلدين، هذه نقطة. النقطة الأخرى، التبادل التجاري في عام 2022 كان 7 مليار و700 مليون دولار، هذا حجم التبادل مع البلدين. يوجد نية الآن وهدف ورغبة ودافع كبيرة من كلا البلدين بأن هذا حجم التبادل يرتفع إلى 15 مليار دولار، هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى، أنا أصف بأن
السياسة التركية نظرت إلى منطقة الشرق المتوسط بأنها هي منطقة الآن لحظة الإقصاء، بمعنى أصح أستاذي الكريم أمور كثيرة تغيرت في المنطقة وفي العالم بلا استثناء، فلابد أيضا وجاءت هذه السياسة من قبل الجانب التركي بالمصالحة التركية الإماراتية وكذلك السعودية وكذلك بين دول الخليج بلا استثناء، كانت هذه أيضا البداية، ومن ثم أيضا التبادل أو التطبيع بين الجانب التركي وكذلك المصري، هذه أيضا جزئية. أقول لك بخصوص ملف الإخوان المسلمين، هي كانت من ضمن جزء من سياسة رجب طيب أردوغان في بداية عام 2011، ولكن أنت تعلم أستاذ إيهاب بأن سياسات الإخوان المسلمين فشلت وسقطت في معظم بلداننا العربية، سواء في مصر، سواء في تونس، سواء في سوريا، سواء في بلدان أخرى، كانت تعتمد تركيا اعتمادا كليا على أن هذا المشروع سينجح في منطقتنا العربية، ولكن هذا المشروع الآن فشل ذريع. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى الذي له علاقة بهذه القنوات في الأيام القليلة الماضية، وخاصة بعد الأمور والأحداث التي تم ذكرها في بداية الحلقة من أحداث ومجريات وأمور ما شابه ذلك، رأينا الإجراءات الصارمة من قبل الإدارة التركية اتجاه بعض القيادات، اتجاه بعض أيضا الإعلاميين، اتجاه بعض القنوات التي هي تبث على الأراضي التركية ولديها عداء كبير. وأقول لك على نقطة مهمة هي تخص الجانب المصري، لأن من ضمن وهي من النقاط الرئيسية هو ملف الإخوان المسلمين، هي القنوات الإخوانية، هي أيضا الإعلاميين، سواء الإعلاميين أو بعض القيادات المطلوبة. هل تركيا سوف تسمح بهؤلاء؟ هذا الذي سوف نشاهده في الأيام القليلة المقبلة. ولكن أقول لك على بعض النقاط المهمة ألا وهي ملف شرق المتوسط.